السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا الأشغال تاع المارينا بالجزائر العاصمة، نشوفوا وين وصلت بعد الزيارة الأخيرة هذه تاع والي ولاية العاصمة. إذا نروحوا هنا نوصلوا نشوفوا وين راهي. هنا نشوف أنه عندنا الصور تعود إلى الشهر أفريل من هذه السنة، إذا عندها شهر الصور هذه. وهنا نشوفوا ان المرفأ نتاع الوسط هذا اللي كان قيد الاشغال، يعني تقريبا انتهت الاشغال به. شوف هنايا كلها الاشغال تاع المارينا هذه انتهت. وفي الاخير نشوف بعض الصور اللي اخذت البارح في المنطقه هذه، وناخذوا فكره على الاشغال هذه. اذا هنا الاشغال تاع المرافق انتهت كلها، بقات هنا عندما نلاحظ هنا بقات المنطقة هذه اللي فيها يتم غرس بعض الأشجار، وكذلك فيه مساحات نتاع العشب الطبيعي هنا في المنطقة هذه مازال ما انتهتش. إذن هذه هي يعني الحالة تاع المارينا هذه. وكذلك هنايا نلاحظ أنه مازال أشغال خارج المارينا هذه، من الجهة هذه مازلت هنا المنطقة هذه مازال فيها بعض الأشغال. والمؤسف الملاحظ هو أنه حتى المياه مازالت يعني تفرغ، المياه تاع المستعملة مازالت تفرغ في على الساحل هنايا كما نلاحظ هنا في المنطقة هذه. إذن هذه هي المارينا الحالة ديالها النهائية، يعني من ناحية الهندسة المدنية نتاع المرافق هنا ليكي لي جوتي، يعني هذا هو الشكل النهائي تاع المارينا. يبقى القضية تاع التهيئة هنا في المنطقة هذه. إذا نخليكم تتابعوا آخر صور عن الأشغال تاع هذه المارينا، والسلام عليكم.